تامر ومعايا محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا ومتألق النهارده وما شاء الله. معانا مين تاني؟ عمر. يعني معانا عمر ده اهم محمد بسام. أيوة. بقى النهارده وش حلو علينا الحمد لله النهارده. اول مره احضر لك ماتش ولا اول؟ لا هو كل ما يجي الحمد لله بنكسب، فانا قلت النهارده لازم يجي ملهاش حل. فالحمد لله وشه النهارده جه وشه كان حلو علينا جدا الحمد لله. يعني بسام النهارده انت ما شاء الله تألقت بشكل غير عادي، يعني تصديت لكرات كتير عديده، ويعني جمهور المصري شويه بدا يستفز محمد بسام، كنت النهارده متألق والله الحمد لله. يمكن الحمد لله على الاداء والحمد لله انا ببارك للناس كلها، بدايه من مجلس الاداره بقياده سياده النائب محمد ابو العينين ومستر طارق طبعا ومستر معتز، الناس كلها فرقوا معانا جدا ودعمونا جدا قبل الماتش. لكن اللعيبه كانت رجاله النهارده، كله كان على قلب رجل واحد، كله كان محتاج المكسب النهارده، فالحمد لله على المكسب والحمد لله على الاداء، وبشكر اللعيبه كلها على الاداء. معلش يا جماعه ثانيه عمر يعني بيعيط يعني قول له يبقى فرحان المفروض طبعا زوجتك طبعا بتكون موجوده دايما وحاضره معاك كل الماتشات موجوده انا عايز بس ادي يا نور يعني لحين عمر يروح لمامته تقول لي اخيرا يعني مجلس اداره السيراميكا والنهارده بقى فرحتك بعد فوز بلقب. والله طبعا بشكرهم كلهم، يمكن زي ما قلت لك ما بخلوش علينا باي حاجه خالص، دعمنا من اول ما وصلنا النهائي هم دعمنا دعم كبير جدا، وكانوا فرقوا معانا، يمكن جم قعدوا معانا قبل ما نطلع المعسكر، فكل ده فرق مع اللعيبه جدا، حسس اللعيبه بالاهتمام ان دي بطوله مهمه جدا. لاول مره بطوله نادي سيراميكا لثالث سنه، يعتبر انجاز كبير جدا، الحمد لله مبسوط جدا ان انا شاركت فيه، واتمنى ان شاء الله تبقى دي بدايه موفقه لينا وليا انا بالذات، لان دي اول سنه ليا، دي بدايه موفقه وان شاء الله نبني عليها باذن الله اللي جاي ان شاء الله. بس انا بشكرك جدا، ويعني حاول بقى تسيطر شويه. هحاول اهو خلاص يا عم. اول حاجه اقولها هارد لك لنادي مصر وجمهوره، هارد لك ومبروك لنادي سيراميكا. وانا مش عارف يعني بصراحه احساسي ايه دلوقتي، انا كان نفسي اخد بطوله بره الزمالك، انا واخد 5 6 بطولات مع الزمالك، وكان نفسي اخد بطوله بره النادي الزمالك وبره، يعني دي حاجه كويسه ان انت تاخد بطوله، وربنا كرمنا وكفانا، وطبعا ببارك لمجلس اداره نادي سيراميكا وجهازه الفني المحترم، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن نادي سيراميكا. بدانا مش احسن حاجه بس الحمد لله فنشنا الدوري ببطوله، وبقول الحمد لله الحمد لله، وهارد لك النادي المصري وجماهيره. ابنك اسمه ايه؟ يامن. يامن قول له ازيك. ازيك قول له البوبي مبروك. مبروك 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 النهارده هيتفرج عليك. اديهم بوسه في الكاميرا هنا ودي بوس حبيبي. شكرا يعني عنتر. قبل ما تمشي طبعا القياده في النادي الكابتن ايمن الرمادي شايف ازاي الاجواء، وكان بينبهكم تنبيهات قبل المباراه كانت عامله ازاي، خاصه وجود جمهور كبير للمصري؟ والله الكابتن ايمن بصراحه هو وجهازه جهاز فني على اعلى مستوى، هو يعني الى حد ما ادانا خبراته، وكل اللي جاي هيبقى احسن واحسن ان شاء الله، واتمنى ليه التوفيق مع نادي سيراميكا، واقول له وشك حلو علينا وربنا يكرمك ان شاء الله. الوجهه الجايه ايه؟ الوجهه الجايه لك ايه؟ والله انا يعني انا مبسوط في نادي سيراميكا، ونادي يعني نادي كبير وبرئاسه طبعا. مكمل معاهم مكمل طبعا، وطبعا انا مبسوط جدا مع الحاج محمد ابو العنين واستاذ طارق ابنه، بصراحه منظومه فوق. في رساله هنا بيقول عايز اروح الماتش، هنخش الماتش دلوقتي. بصراحه بيتعاملوا باحترافيه، اداره بتتعامل باحترافيه جدا، واحنا الحاج محمد قعد معانا قبل الماتش وقال لنا انا هاجي لكم، بس لما اجي لكم هاتوا لي البطوله، واحنا وعدنا ان احنا نجيب له البطوله، وببارك له وبقول له الف مبروك يا حاج ومزيد من البطولات، ودايما في الخير ان شاء الله، وكل سنه وانت طيب ان شاء الله. بشكرك جدا، عنتر مبروك. الله يخليك، الله يبارك فيك، مع السلامه. طبعا احساس رفع الكاس ده يعني احساس ما يتوصفش، اللي جربه بس هو اللي هيحس بيه، وان بطوله تكون بره الاهلي والزمالك ده احساس تاني خالص والله. يعني يمكن اي حد بره الاهلي والزمالك بياخد بطوله ب 100 بطوله جوه الاهلي والزمالك بتبقى بطوله، عشان البطولات كلها في مصر مضمونه الاهلي والزمالك، فان حد تاني ياخدها بيبقى تعب كبير ومجهود كبير. وطبعا بشكر كل المدربين من اول كابتن احمد سامي وكابتن معاه، والله بحبه وحبيبي، بحب ابني جدا طبعا حبيبي والله. اديله بوس على الف مبروك. يعني بيكهام طبعا اكيد بطوله النهارده بتضاف ليك، واداء النهارده كبير ايضا ليك قدام النادي المصري، فريق كبير جمهور كبير جدا، وكان النهارده عدد كبير من الجمهور اللي كان متواجد. كابتن ايمن اتكلم معاك في قبل المباراه، خاصه يعني بالضغط اللي كان موجود من الجمهور. طبعا موضوع الجمهور ده طبعا يعني الواحد نفسه يلعب في الاجواء دي،
ويا بخت المصري بجمهوره طبعا. كان سند كبير اليوم، ويمكن احنا استغلينا ان هم الجماهير هتبقى عامله ضغط عليهم اكتر ما هي ضغط علينا. هيكون كل واحد عايز يطلع كل اللي عنده، يمكن يدي 1000% من لعيبه المصري، فهيبقوا مندفعين شويه، ويمكن استغلينا الاخطاء بتاعتهم. وكابتن ايمن قال لنا نفس الكلام ده، عايزين نستغل كل خطا ليهم بجون، وده اللي حصل في الاول، خطفناهم في جونين، وحاولنا على قد ما نقدر ما يجيش فينا جوان، بس جه فينا جون ردنا عليهم باثنين كمان. بنوتك بقى النهارده موجوده، واسرتك ما شاء الله موجوده النهارده، بيحتفلوا معاك، بيرفعوا معاك الكاس النهارده، تقول لهم ايه؟ اقول لهم انتوا السبب في اللي انا فيه دلوقتي وفي البطوله دي، بهديهم طبعا البطوله دي، ووالدي ووالدتي في البيت. طموحاتك الفتره الجايه عامله ازاي؟ والله انا مع نادي سيراميكا لحد دلوقتي، ما اعرفش، انا سايب احمد كابتن احمد يحيى وكيلي، سايب هو يتصرف في كل حاجه بره الملعب، انا اللي عليا الملعب وبس. بس في احاديث وفي بعض الكلام اللي موجود، فانت يعني الموضوع رايح 50-50، ولا في حاجه ممكن تكون قربت؟ لا والله، ولسه احمد يحيى ما يعني سايب له رميل كل حاجه. هو طبعا انا بشكر كابتن احمد يحيى على المجهود اللي هو بيعمله معايا، انا سايب له كل حاجه في موضوع الانتقالات وموضوع الحاجات دي كلها، بس انا لحد دلوقتي مكمل مع نادي سيراميكا، نادي كبير، وقدرت احقق معاه اول بطوله، وان شاء الله ما تكونش اخر بطوله. مشكور جدا بك ومبروك. الله يبارك فيك. ميدو جابر، مبروك الفوز، مبروك التتويج النهارده. يمكن المباراه كانت مباراه قبل المباراه، كان الامور صعبه جدا، بدات المباراه بضغط بشكل كبير جدا على فريق النادي المصري، انهاء المباراه في اول 10 دقائق بكورتين اعتقد مش هيتعوضوا بعد كده، انهيتوا المباراه بشكل كبير جدا خلال ال 10 دقائق الاول. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، طبعا ده فضل من ربنا كبير، الحمد لله ان احنا نكسب النادي المصري، النادي المصري فريق كبير بالنتيجه الكبيره دي، كنا نقدر نزود كمان، لكن الحمد لله احنا راضيين جدا. طبعا الماتش ما فيهوش نقاش، كان 50-50، ماتش كان صعب جدا، طبعا جمهور المصري وراه جمهور كبير، لكن احنا كنا مركزين ان احنا من اول دقيقه احنا جايين عايزين ناخد البطوله، بطوله مهمه جدا، واول بطوله في تاريخ النادي، فالحمد لله ربنا كرمنا. وانت عارف في نهائيات كتيره جدا ممكن تتلعب وما تاخدهاش، لكن الحمد لله احنا النهارده لعبنا وخدنا البطوله، فان شاء الله نبني على ده ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. الحمد لله بطوله مهمه جدا قبل كمان نهايه الدوري وانطلاق دوري جديد، بالنسبه لكم هتفرق كتير جدا في الدوري القادم. بص انا اقول لك حاجه، احنا الموسم ده احنا كانت الكره واقفه معانا جدا، كان في عدم توفيق، كنا بنتعب كتير وبنشتغل، وفي الماتشات كنا بنبقى احسن، وممكن كنا بنخسر مباريات، ربنا اراد ان احنا ربنا توك تعبنا بالبطوله دي في اخر الماتش في اخر السنه، فالحمد لله ان شاء الله نبني عليها، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله.